صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال ساعات نهار اليوم، حيث يسود الطقس صافي مع 40 درجة مئوية، الملموسة 36، أما الرطوبة منخفضة 22% والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا سكاكا أتربة مثارة 41 إلى 27، عرعر أيضا أتربة مثارة 36 إلى 26، أما تبوك رياح نشطة 37 إلى 22. المنطقة الغربية مدينة جدة تفرق بعض الغيوم 41 إلى 27، مكة المكرمة زخات رعدية من الأمطار 43 إلى 30، الطائف 33 إلى 21 أيضا زخات رعدية من الأمطار، والمدينة المنورة تفرق بعض الغيوم 41 إلى 28. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتهطل زخات رعدية من الأمطار في عموم المرتفعات، أبها 30 إلى 17، الباحة 29 إلى 22 مع زخات رعدية من الأمطار، جازان تفرق لبعض الغيوم 34 إلى 32. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام أتربة مثارة 40 إلى 30، إحساء 43 إلى 30، حفر الباطن 41 إلى 29. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 40 إلى 27، بريدة 40 إلى 26، أما حائل فرصة لزخات رعدية من الأمطار خفيفة وعشوائية مع ساعات ما بعد الظهيرة مع 38 إلى 26 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.